السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا في الف خير ان شاء الله. حبيبي الغاليين، كيف كتشوفوا هذا النهار؟ فيديو جديد. انا راني عند فاطمه حبيبتي الجزائريه، غادي ندير لكم الرشته كيف وعدناكم هذيك النهار، الرشته الجزائريه. وتحيه الناس الجزائر وتحيه الناس المغرب حتى هما كذلك. يلا خليونا حبيبي نتبعوا الطريقه ديال فاطمه. انا اول مره غنشوفها كيفاش كتصوم، وعجبتني كليتها عند فاطمه والاخوات قالوا لي ديريها لنا. يلا بقاو معايا حبايبي وندوزو الوصفه. نبداو البنات على بركة الله. غادي نديرو هنايا الدقيق، الفينو. حنا كنقولو في المغرب الفينو، شنو كتقولو له نتوما؟ شنو كتقولو له نتوما؟ هذا رطب، على هذا سميد رطب، سميد رطب. والبنات ديالنا المغرب الفينو، غير هذا شويه بحالي حرش على هذا، هذا بحالي فيه الفرينه داخله، بحالي رقيق بزاف. هيا نزيدو شويه فرينه خاطر نشوف فيه حرش. هذا بسم الله. هنا تقريبا البنات عندنا كيلو، ياك فاطمة؟ انا عيني ميزاني. المهم هذه راها تقريبا كيلو. فاطمة من النوع اللي كدير عينها ميزانها، وانا كنقدر داك العين ميزان. انا كنقدر داك عين ميزان، وغنبقى نقول لكم البنات. هنا البنات تقريبا دارت تقريبا كاس ديال الفورص، يعني ديال الفرينة، تقريبا كاس. غير بغات باش ترطب بيه الدقيق ديالها، خاطر كلها الفينو هذا راه حرش، الفينو عندها حرش. البنات في هذه اللحظة هذه زيدوا معلقة كبيرة ديال الزيت العادية، كانت نساتها فاطمة، الملحة وما قالتها لناش في الأول على حسب الذوق. هذه كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي، الملحة كتبقى على حسب الذوق، اللي بغى يملح ولا اللي بغى يخليه مسوس على حسب الذوق. يجيب لي الخيط يكون شويه ملح. لا انت هي كتبغي الملحه، مي انا راكي عارفه ان البنه عندي هي اللي ما كانش ملحه. دابا غادي دير الماء البنات تبدا تخلط. بسم الله بسم الله. ها انتما البنات هنا غادي تخلط بالماء عادي، وخاصها تجي قاصحه، هي كهادشي اللي قلتي لي فاطمه، قاصحه العجينه. صافي دابا هنا ما غتزيدش الماء، هنا قاصحه يزيد قد ما تقصحوها، واللي يكون عندها الصحه باش تدلك قد ما تجي مليحه. خاصها تكون قاصحه باش ما تتحللناش الرشته. غير خلطي واعطيني انا نعلك في التالي، كيعجبني الدليك. يعجبك الدليك؟ انت غير خلطي هكا. تحبي نديروها في الماشينه؟ لا اعطيني انا نطبق معاها، كتعجبني العجينه، كتعجبني نعلك. غير نوريهم على حساب التخلاط اللي غادي ديري القياس، ومن بعد في العليك انا نعلكها. من بعد انا نحطوها ترتاح، ونروح نوجد لي لانش فوق الطابله هي باش نعمل صافي. اللي نديروها نروح نحطوها فوق الطابله صافي. المهم البنات نخليها على ما نجمعها باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ونرجع معاكم. هانتوما كيف كتشوفوا البنات مازال قاصحة، يعني العجينة كتكون ناشفة. دابا غادي نبدا انا غادي نعجن باش نطلقوها شوية. هانتوما البنات دابا صافي بدات كتقطعها، كتقطعها كويرات بحال الشكل اللي كندير ديال المسمن، ديال المسمن والملاوي. صافي دابا غادي تقطعها هكا كويرات. هانتوما البنات صافي دابا غطاتو، وغنزيد له واحد المنديل من الفوق. صافي ونخليو العجينه ترتاح. شحال المده؟ شحال فاطمه؟ حتى ترتاح نشوفو هكا تقرا شويه. كاع ديك الساعه كتكسل لنا، كاع ديك الساعه يقولوا هما يقولوا ساعه، وانا نمسها بيدي نعرف. صافي تقريبا البنات ساعه، يعني تعجنيها وسيري خدمي شغلك واحد الساعه ولا رجعي موراها. صافي هي هذيك. المهم منين ترتاح نرجع معكم نكمل الطريقه ان شاء الله. هانتوما دابا البنات هانتوما شوفوا العجينة كيف انها رطابت. غادي نبداو نسرحو. رطابت فاطمة العجينة؟ رطابت رطابت زين والله الا رطابت. صافي يلا دابا نبداو ان شاء الله على بركة الله نبداو نسرحو. ها انتم البنات دابا صافي دارت مايزينا، يعني النشا، ياك فاطمة؟ بسم الله النشا. وغتبدا كتسرح من
تخليها تتسرح مزيان تتولي رقيقه. فاطمه انا دابا هذا باش ما نضلش نبدل في النيميرو. انت ديري الاولى وانا غندير الاخرى اللي بقى. استني تشوفي روح نفرش في الطابله لهي في الطابله تاع الكوزينه. فاطمه راه عندها جوج ديال الكوزينات البنات باش تعرفوا، لان عندها كوزينه ديال كل نهار وعندها كوزينه واحده اخرى ديال مره في الشهر. هاكي تجي نزهه اللي غير يسمعوك يقول لك خاصني نفرش الطابله ديالها في الكوزينه غيقولوا فين راهم دابا. راه عندها جوج الكوزينات داكشي علاش. عندي تاع الخضره وديال الشيكي وديال الشي وديال اللي ناكلوا فيها، هذا غير ديال الخدمه. دابا صافي غادي تبداي هنا غتقطعيها بالموس وندوزوها في الماكينه ياك. هاي دابا غتقطعها البنات. فوالا باش جينا على حساب الطول. وي تحسب الطول شفت لي الخدمه تاعها؟ لا لا راكي ماشيه هي هذيك. فوالا غادي نوريهم غير كيفاش في الاول. تزيدي تزير اكثر من هكاك دابا. وي تنديرها انت البنات هنا درتها يعني في اخر نمره، هي عندها هنا السبعه اخر نمره ديال الماكينه باش كتجي رقيقه. انت كتشوفوا الطبله بقات كتبان وكتزيدها النشا يعني الله يزينها باش العجينه كتزيد تنشف. كل ما نشفت العجينه كل ما كتقطع وكتجي زوينه. عطيني انا نشد معاك بيد العجينه. كتزيديها للجهه الاخرى. دابا غديرها هنا نشد معاك بهاد اليد هادي. هادشي باش البنات نوريكم غير الطريقه ديال الجوج الاولى ومن بعد غادي نحبس التصوير باش نكمل مع فاطمه لان خصها المعاونه بالخصوص في الماكينه. ملي كتبغي الدور خاص وحده تشد وحده عاوتاني تشد من جهه اخرى. عطيني شنو نشد معاك هنا. شد صافي راه هابط. شفتوا البنات هابط اي راه خاتلي الطرف على بها راه تتقطع. لحقاش انا مع شد التليفون شاده معاك جايه فنه كيما نزهه. الله يكثر خيرك يا فاطمه كي دائما تشكري فيا. شكون ما تشكرش بنتها؟ قال لك شكرا على عروسك ربي ولا قال لك شكرا على عروسها امها ولا خوتها واللي جالسه قبالتها. هذوك من بعد نوليو نصوبوهم نسرحوهم. هانتوما البنات هي فرشت لهنا واحد المنديل وغادي نفرشوه هاك بالفارينة يعني الفرص. شتو هانت كل هاد الفارينة باش تنشف لنا دغيا باش نشف دغيا لان مع الوقت البرد والعدو تزيريين دوك يقول لك هادي واش تهضر لنا بالمغربية. ردينها معانا فاطمة. ها فاطمة صافي ولات مغربية معانا. خلوها تنشف. شفتوا البنات هانتوما كتسرحوها هكذا
وغتبقى هكذا كتنشف. حنا غنخدموها كامله على نفس الطريقه وغادي نرجعوا معكم الى حتى نكملوها هكا ونكملوا ان شاء الله. نكملوا الخدمه هذه كلها من بعد نعاودوا باش نفوروها نزيدوا نعاودوا لها فوالا باش نكملوا. المهم غادي نمشي معكم غير بالتفصيل باش ما يجيش الفيديو طويل، نحاول انني نعطيكم غير التفاصيل. دابا كلها غتمشي هك هكذا يا خويطات، وتجلس تنشف فوق الطبله. هكذا ماشي خير هكا باش تهزلنا بزاف بحال بحال. شفت البنات هي هنا فوق الطبله غتبقى هك. يلا بقاو معنا. هانتوما البنات واللي قطعناها درناها هكذا بالطول. قبيله فاطمه مع الدهشه ديال التصوير وكلشي بحالي تلفت. هانتوما شفتو ماشي علاه تلفت، كي تجي تخدم طويله ما نقدرلهاش وحدي فهمتي. اه يعني انت ولفتي ملي كتخدميها بوحدك ايه كتقسميها هكاك صغيره. ايه دابا من حيث انا وياها هكذا ملي يكون عندكم العوين من الاحسن ديروا لها بحال الشكل كي كنديروا البنات الشباكيه طويله باش ندوزوها في الماكينه. جينا هكذا وتجيب الطول هي كلها تجيب الطول فوالا باش جينا هكذا يا ساهله. شتي انا غادي ندير هك وفاطمه غادي تدور هنايا. شتي البنات مازال عاد خصها باش تريقلها. يلا سيري ملي تكون شاده من الفوق تبقى كتجبد باش تجيها طويله. غير زيدي وياها غتسرح فوالا. شتي دابا كي جات طويله زوينه غادي من بعد نقطعها على زوج فوالا. شتي دابا غندوزوها في هادي اللي كتقطع ونرجع معاكم. هانتوما البنات دابا كملناها ونخليوها تنشف. شتي تتنشف مزيان ونوليو نقلبوها. هانتوما البنات غادي نوريها غير فهاد شويه لان الاخرى مازال ما نشفات. فاطمه نسات ما دارتش جوج معالق ديال الزيت. لا لا غير شويه زيت في العجينه باش ما تلتقناش. فوالا تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت كديريها ملي كتكوني عاد غتعجنيها. ومن حيت هي نسات ما دارتهاش دابا هي كترش ديك المعلقه دابا فوق منها حتى يبسات حتى نشفات غير باش ما تلصقلهاش. هانتوما البنات والاخر مازال عاد كتفرقها وتنشف ونكمل ونرجع معاكم. هانتوما البنات صافي دابا هنايا دارتها كتفور. غتفوريها مره واحده ولا جوج؟ لا لا كيطيبيها خطره اخرى تعودي تاكلي. دابا هذه غير تفويره واحده. هذه باش تخبيها ولا ديريها في الكونجيلاتور ولا؟ فوالا هذه البنات تفويره واحده تبرد وتندار في الكونجيلاتور. وتبرد تقدري ديريها في الكونجيلاتور او الا كنتي باغا تصوبيها. منين تبغي تفوريها باش طيبيها الماكله؟ جوج مرات تفور. جوج مرات يعني الا كنتي غديريها في الكونجيلاتور كتندار تفويره واحده. الا كنتي غادي طيبيها دير لها ثلاثه تفويرات. ومنين تجبدوها من الكونجيلاتور فاطمه ندهنوها بالزبده؟ لا كما تعرف يعني نفوروها المره الاولى والثانيه والثالثه عاد نفركوها بالزبده باش تحط تسقى. فوالا وان شاء الله بحول الله غادي ندير لكم ليها الوصفه ولكن غادي نديرها لكم بطريقتي يعني عاوتاني بطريقتي انا باش ما تجيش مشابهه مع ديال فاطمه اللي حطينا ديك النهار. ونبغي الجزائريات يعطيوني الراي ديالهم ماشي في الرشته ديال دابا. راه فاطمه اللي صوبت. قول لها الراي تاعكم قول لها حتى نذوقوا. نجيبها لفاطمه هي غادي تحكم، هي جزائريه غتقول لي واش زوينه او ماشي زوينه. المهم انا غادي ندير غير الطريقه ديال البنات وديك الساعه غادي نقول لكم تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم. وفاطمه غادي تكون غتذوق باش تقول لكم الراي ديالها واش عرفت نطيبها او لا. والمره الجايه ان شاء الله نحاول نديرها بوحديتي في الدار، رشته بوحديتي ونشارك معكم وقولوا لي واش نجحت في المهمه او ما نجحتش فيها. يلا دابا البنات بقاو حتى تكمل التفوار وغادي تحطها ونتابع معكم. هانتوما البنات هاد شوف 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 دابا منين تفورات منين تفورات وبدات كتجبد هذيك اللي من التحت وكتحطها جات غزاله والله الا جات غزاله البنات. شوف شوف البنات كي جات شوف شوف وما لاصقه ما والو. يعني هذه هذه تقدر انها دير لها بلاصه سباغيتي شفت البنات ما داكلهاش الزيت من الاول راه حتى من راسي كاع. واخا هكاك فاطمه جات غزاله تبارك الله عليك والله الا غزاله. شفت البنات كيف جات روعه. ها انت هي كتقلبها هي في الكسكاس
كترد هذيك بالفرشيطة الفوق كيف كتشوفوا، وكديرها هاد شتي جات روعة البنات شتي ياك فاطمة. شكون شكر العروسة؟ مها ولا فاطمة؟ حنا كنقولو مها واللي جالسة قبالتها وقيلة. شوف البنات تبارك الله، هاد شوف شوف هاد شوف هنا كيف هزها، شوف شتي راهي فيها خدمة، وهادي تتكسل وعاود تتردو وتتلو على اليد. لا لا نخليها انا مخبله هكا، انا ما نوليش نطويها. وشوف البنات تبارك الله سخونه، مي جات البنات غزاله روعه وخفيفه خفيفه. قلبها كرهوها من الخدمه تاعها صعيبه. لا لا والله فاطمه ما صعيبه، انا جاتني سهله. والله الا جاتني سهله غزاله. في البلاد يديروا لك واحد الخدمه. شتي البنات، البنات غادي نقول لكم صافي نهايه ديال الفيديو، يعني التطياب ديالها غندير لكم فيديو اخر ان شاء الله باش ما يجيكمش الفيديوهات طوال. هانتوما شفتوها تبارك الله، واحد بهذا طيبه جات غزاله روعه. كنشكركم البنات على حسن المتابعه ديالكم، كنشكر فاطمه لانها شاركت معنا هذا النهار. غادي نديروا رزيزه ان شاء الله. هانتوما سمعتوا فاطمه قالت لك دير لكم الرزيزه ديال الجزائر. كنشكرك فاطمه بزاف انك قاسمتي معنا واخا انك مريضه، هي مسكينه راها مريضه وهكاك وقفت هذا النهار وقالت لك نديرها لهم، ندير لهم الرشته ونوريهم الطريقه ديالها. البنات دعيوا مع فاطمه بالشفاء ان شاء الله، وربي يسعدها ويفرحها ويعطيها كل ما كتتمنى، لان انسانه تستاهل كل خير. دعيوا معها بالشفاء والصحيحه. وهانتوما حبيبه غادي نخليكم صافي، انا راني تلفت بقيت عجبتني قوه اللي عجبتني، راني جالسه كنفنحل وفي نفس الوقت كنستمتع بهذا الخير هذا الرزق ديال سيدي ربي، لانه جات غزاله والله جات غزاله ما شاء الله، لانه دارتها فاطمه صاحبه القلب الطيب. يعني ماشي تجي غير زوينه، راها ما شاء الله هذا هو القلب ديال فاطمه هكا ابيض وما شاء الله عليها. مزال كي طيب تولي ابيض اكثر منك. شكرا لكم حبيبه على حسن المتابعه، ما سخيتش، بغيت نبقى هنا نقيس فيها نقيس فيها ونخلي الفيديو طويل، ولكن غيجيكم طويل بزاف. دمتم في رعايه الله ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.